أن نتأثنا بسلفنا وعلمائنا الأولين في نصح ولاة الأمور وفي نصح الشباب. شبابنا يتلقون العلم الآن على أناس قد لا يثقونهم في عقيدتهم، والتعليم الجامعي يأتي بعدد من الأساتذة قد يكونوا صالحين وقد يكونوا غير صالحين. على المسؤولين عن الجامعات أن يحضروا للشباب المعلمون الصالحون ويقرروا لهم المنهج الصالح. إذا وفق الطالب المعلم الصالح والمنهج الصالح تم سعادته، سعادة طالب العلم في أن يوفق المعلم الصالح والمنهج الصالح. المعلم الصالح مقدم على المنهج الصالح، لأن المعلم الصالح في إمكانه أن يصلح المنهج الفاسد. لذلك من النصح لشبابنا أن نختار لهم المعلمين الصالحين أصحاب العقيدة السليمة والفكر النير، ولا ينبغي أن نقدم لهم أساتذة يدعون إلى علم الكلام أو إلى الديمقراطية أو إلى الفوضى، أو يهيجون الشباب التهييج السياسي العقيم الذي لا ينتج شيئا إلا الفتنة. هكذا ينبغي أن ننصح لشبابنا، ولعله من الأنسب أن أكتفي بهذا المقدار لأستمع إلى أسئلتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا.